السلام عليكم ورحمة الله. اليوم انتهت امتحانات طلبة السادس الابتدائي الدور الثاني، وسيتم الإعلان عن نتائج بعض المديريات وتبدأ من يوم غد، وتستمر الإعلان بشكل منقطع لكل مديرية التربية لغاية نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. طبعا اليوم انتهت امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي، كانت آخر يوم امتحانهم هي مادة العلوم، وإن شاء الله النجاح والموفقية. فكثير من التعليقات جاي تسأل ست إيش وقت نتائجنا، هل يساعدونا بالتصحيح، شنو درجات القرار؟ فأول مرة نقول لك درجات القرار نفس درجات قرار الدور الأول، 5 درجات قرار لكل مادة، يعني أي مادة تحصل بها 45 حيسووها 50 من الكونترول، 5 درجات قرار لكل مادة. بالنسبة لي يساعدون بالتصحيح، نعم يساعدون بالتصحيح، لأن اليوم جاني خبر بأنه مادة اللغة الإنجليزية مصححيها ويعني أكو رسوب موصليهم إلى درجة النجاح، هذا يعني خبر مضبوط جاني اليوم. أما بإعلان النتائج، إعلان النتائج السادس ابتدائي يختلف عن الثالث متوسط والسادس الإعدادي، يعني راح يصير التصحيح حسب كل مديرية، تعتمد على حسب الطلاب اللي عندهم، طلاب يعني قليلين يوصلون يعني يذيعون النتائج بأسرع وقت، أما الطلاب اللي يعني كثير عندهم كمالية فيتأخرون، يعني نقول تقريبا أسبوع كلش كافي، نتائج أسبوع كلش كافي، حتبدي من الأسبوع القادم يعلنون النتائج. قلت لك حسب مديرية، أي مديرية تخلص تصحيح النتائج راح رأسا تنزلها لكم، يعني مديرية تختلف عن مديرية، محافظة تختلف عن محافظة أخرى، قلت لك حسب الطلاب اللي عددهم قليلين بالدور الثاني، إن شاء الله بس ينزل خبر رأسا أنزله لكم.